الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في شرحنا لصحيح الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير آذان ولا إقامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. بينا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أولا ثم يخطب ثانيا، وظل الأمر على هذا حتى غير مروان عندما كان واليا على المدينة، بحجة أن الناس لم يجلسوا لاستماع الخطبة. ويدل هذا من خلال ما أجاب به العلماء على ذلك، على أن الناس كانوا يتعمدون الانصراف حتى لا يستمعوا إلى خطبة مروان التي كانت تحتوي على سب وشتم وقذف إلى آخره. أما سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ففعل ذلك يعني رغبة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في أن يسمع الناس جميعا الوعظ والذكر على التمام وعلى الدوام. وورد أيضا على لسان العلماء أن أول من غير في صلاة العيد وخطبة العيد هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا تعارض فيه لأن مروان كان واليا على المدينة من قبل معاوية، فنستطيع أن نجمع بين ذلك قائلين بأن معاوية فعل ذلك أولا ثم تبعه على ذلك مروان لأنه كان واليه على المدينة المنورة، أو أن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك ويحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. ولذلك نجد في رواية الإمام النسائي ما يبين الحكم الثالث في ترجمة البخاري من غير آذان ولا إقامة. ففي رواية النسائي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير آذان ولا إقامة. وفي رواية مسلم: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. وفي رواية عن جابر: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالأذان لصلاة العيد، ولم يكن يأمر بالنداء حتى يعني ألفاظ الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في هذه الرواية التي تؤكد ذلك: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء، فكلمة ولا شيء توحي بأنه يعني ولا أي لفظ. وكذلك روى الإمام الشافعي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، لكن هذا الحديث حديث مرسل، والحديث المرسل كما هو معلوم هو الحديث الذي لم يرفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا والحال كذلك فيحكم للحديث بالصحة لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن إذا كان الإرسال خفيا بأن سقط الصحابي والتابعي مثلا
فإن يعني يحكم للحديث بناء على البحث عن هذا الذي سقط من سلسلة الإسناد، فإن تبينت ثقته وكان صائبا فبها ونعمت، وإلا فيحكم للحديث على الدرجة التي عليها هذا الراوي. ولذلك الإمام الشافعي يقول إيه؟ أحب أن يقال الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة، فإن قال هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، لكن لا ينبغي أن يقال حي على الصلاة، لأنها لفظ من ألفاظ الآذان، وورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن أن صلاة العيد بغير آذان ولا إقامة. نلتقي إلى باب آخر، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. طرف آخر، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين أي تلقي المرأة خرصها وسخابها. طرف آخر، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذع خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. باب الخطبة بعد العيد. حكم البخاري رضي الله عنه من خلال هذه الترجمة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه استقى حكمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في الخلافة الراشدة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: الصلاة قبل الخطبة. والإمام البخاري أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء لكونه وقع في الباب الذي سبق على طريقة التبع، فأراد أن يكون هذا الحكم حكما رئيسيا أو عنوانا للباب كله، الخطبة بعد العيد أو بعد الصلاة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، يبقى إذن قدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة على الخطبة، وقدم الخطبة على الذبح، لأنه قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا الصلاة، ويتبع الصلاة الخطبة، ثم نعود فننحر
أي نؤدي شعيرة ذبح الأضحية. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل قال ذلك قبل الصلاة أو قال ذلك بعد الصلاة؟ أجاب البعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الصلاة، أي أنه صلى العيد ثم خطب ثم قال هذا الكلام أو ثم قال على هذا الحديث. الإمام ابن بطال قال غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال باب الخطبة قبل الصلاة، ثم قال وخفي عليه أن العرب تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال عليه الصلاة وأتم السلام أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها، وهذا على غرار قول الله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا. ثم تأتي رواية محمد بن طلحة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في هذا اليوم أو في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فدل هذا على أن هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة وليس قبل الصلاة. الإمام الكرماني قال المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وهذا مستفاد من الترجمة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يرسخ فينا هذه المسألة، وأراد أن يبين أن من ذبح ذبيحة قبل صلاة عيد الأضحى فليست من النسك في شيء، وإنما هو طعام قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، ولن تجزئ عن الأضحية، اللهم في حالة إلا في حالة الرجل الذي استثنى له نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، وفي ذلك جواز من الإنسان الذي يفتي أن يوسع الدائرة للمستفتي إذا رأى ما يحقق المصلحة العامة أو إذا رأى في أمره هذا صلاحا أو ما يمت للصلاح بصلة. ولذلك الذي يذبح قبل الصلاة لحم أو طعام قدمه لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم، بإذن الشاهد أن ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك لا يكون إلا بعد الصلاة، ولذلك نجد أن القرآن الكريم رتب هذا الترتيب فقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي أن الله سبحانه وتعالى رتب النحر بعد الصلاة أو ذكر الصلاة قبل النحر. ولذلك كان فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتفق مع ما في القرآن الكريم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على النساء بعد الصلاة فيعظهن، ووجب على الإمام أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة أمن الفتنة وشريطة ألا يكون هناك اختلاط وشريطة يعني ألا تفتح الدائرة وألا توسع وألا يكون فيها مسلكا للشيطان، والله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نبدأ في باب آخر، كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت
قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. قال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. طرف آخر من الحديث، قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. بينا مرارا وتكرارا أن الإمام البخاري يضع الحكم في الترجمة أي في العنوان، فعندما يقول باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، أي أن المسلم ينبغي عليه ألا يحمل سلاحا في المسجد الحرام ولا في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وألا يحمل المسلم السلاح في يوم العيد إلا إذا خاف العدو، وهذا هو قول الحسن رضي الله عنه. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. هذه الترجمة تقدمت عليها ترجمة أخرى قبل ذلك في كتاب العيدين، وهي باب الحراب والدرق يوم العيد، لكن الترجمتين يخالف بعضهما بعضا، لأن تلك دائرة بين الإباحة والنتب، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم. ولذلك يعني نجد أن عمر رضي الله عنه يقول، ابن عمر يقول: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح. وقال قول الحسن البصري رضي الله عنه: نهوا أن يحملوا السلاح. الإمام ابن حجر لم يقف على هذه الرواية موصولة بتمامها. كذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى: أبو السكين والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. أخمص القدم هي باطن القدم وما رق من أسفلها. بالركاب أي وهو في راحلته أو على راحلته، فنزعتها إما السنان من القدم وإما القدم من السنان، فبلغ الحجاج وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز بعد قتل عبد الله بن الزبير، فجعل يعوده أي يزوره. قوله أي على لسان الحجاج: لو نعلم من أصابك، فيه حذف للجواب، لأن السياق يقتضي لو نعلم من أصابك لقاتلناه أو لعذبناه أو لفعلنا به كذا وكذا، وإنما هو قال: لو نعلم من أصابك وفقط، ثم سكت. قول ابن عمر: أنت أصبتني، فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء، يعني وأي الذي يتسبب الوقوع هذا الفعل منه وإن لم يكن باشرة، لأن الحجاج حينما كان واليا أو أميرا هو الذي أمر بحمل السلاح في يوم العيد أو في الحرم، ولم يكن ينبغي أن يفعل هذا في يوم العيد ولا في هذه البقعة المحرمة أي في المسجد الحرام. ولذلك لما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: أنت أصبتني، لا يقصد أن الحجاج هو الذي رماه بالسهم أو هو الذي فعل بقدمه كذا، وإنما هو الذي صرح، وإنما هو الذي وافق على حمل السلاح في هذا اليوم وعلى حمل السلاح في الحرم. قوله: حملت السلاح، أي تبعك أصحابك في حمله، أو أنت أعطيت إشارة البدء إليهم، فأصابني من أمرك أي من أمر الحجاج.
ولذلك هذا الحديث ينبغي علينا أن نلتفت فيه إلى أن يوم العيد يوم فرح، وأن المسلم لا ينبغي أن يحمل فيه سلاح إلا إذا خاف العدو. ولذلك نجد أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرض في هذه الواقعة ومات من بعدها بأيام أو شهور. لكن المهم أن الفرح لا يقتضي حمل السلاح، وإلا كان مظهرا من مظاهر الجاهلية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا.